وبكده يحولوا الدين بدل ما هو ارتقاء روحاني خلوه عبادة عجول. وطبعا هتلاقيه موافق ومعارض على اللي بيحصل، وده كفيل يشعل الحروب أهلية على أساس ديني ومذابح بين الناس، ينشغلوا بنفسهم عنه لحد ما يشبع ويخلص نهب وسرقة ثروات طول 300 سنة ويستعبدهم. القنصل البريطاني في الهند بعد ما حصلت على الاستقلال بيحكي لنا في مذكراته انه كان مرة في عربيته ومعاه ضابط انجليزي، شاف شاب هندي بيركل البقرة برجله وبيستنكف عن عبادتها، راح نزل من العربية ونهر الشاب ده عن اللي بيعمله، واخد من روس البقرة وقعد يمسح بيه على جسمه ولم عليه الناس في الشارع وقومهم عليه، بقى اللي رايح يضرب واللي جاي يضرب. سأل القنصل ليه عملت كده، انا معرفش انك بتؤمن بالهندوسية. قال له احنا اللي صنعنا دينهم ده والشفرة في ايدينا، نتحكم بعقولهم كما نشاء، وتمرد الشاب ده نذير خطر على سيطرتنا عليهم.